مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الملفات الاقتصادية. الملفات التي سنطرحها في حلقة اليوم: في اتفاقية وصفت بأنها يوم عيد، وقعت شركة دولفينوس هوليدينج وشركتا ديليك ديرلينج ونوبل إنرجيا الإسرائيليتين اتفاقا في شباط الماضي يقضي باستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل من حقلي تمار ولفيتين البحريين، خطوة أثارت جدلا واحتجاجا في الأوساط المصرية ولاقت احتفالا وترحيبا من الجانب الإسرائيلي. إسرائيل تحصد درجة واحدة أعلى في التصنيف الائتماني في إنجاز تاريخي منذ سنوات عدة منحته شركة ستاندرد أند بورز التي تعتبر أعلى هيئات التصنيف الائتماني الدولية لإنجازات إسرائيل الاقتصادية والانضباط المالي الذي أظهرته. استيراد الغاز من إسرائيل ثم إسالته وتصديره مجددا، هذا ما ستقوم به إحدى شركات الطاقة الخاصة المصرية، بحيث ستصدر إسرائيل كمية إجمالية قدرها 64 مليار متر مكعب من الغاز وبقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات. على أن يبدأ الاستيراد بكميات قليلة ترتفع تدريجيا لتصل إلى ذروتها في شهر أيلول من العام القادم 2019. في خطوة ليست بجديدة بشأن تبادل الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل، أقرت شركة دولفينوس المصرية الخاصة بدء استيراد الغاز الطبيعي الإسرائيلي من أجل إعادة تصديره خلال الربع الأول من العام 2019، وذلك بعد أن وقعت الشركة المصرية اتفاقا لاستيراد الغاز من إسرائيل في شباط الماضي، على أن تبدأ عمليات الاستيراد بكميات قليلة تزداد تدريجيا لتصل إلى ذروتها في سبتمبر 2019. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تحويل مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة لامتلاكها مقومات وبنية أساسية تمكنها من استيراد وتصدير الغاز الطبيعي وقربها أيضا من مصادر وأسواق الطاقة، كما أنها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تمتلك بنية تحتية لتسييل الغاز. وبحسب محللين، فإن خطوة تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر من شأنها أن تعمل على تسويق الغاز الإسرائيلي عالميا، ما سيزيد من العوائد والأرباح المالية على الاقتصاد الإسرائيلي. فبموجب الاتفاق الأخير بين الشركات المصرية والإسرائيلية سيجري تصدير ما قيمته 15 مليار دولار بكمية إجمالية قدرها 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الإسرائيلي من حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين، وذلك على مدى 10 سنوات إلى مصر. على الرغم من أن اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل أثارت جدلا في الأوساط المصرية بشأن جدواها، إلا أنها لاقت ترحيبا واحتفاء من قبل الإسرائيليين، ووصفت بأنها من أهم صفقات التصدير مع مصر منذ توقيع معاهدة السلام عام 1979. وللتحليل والمناقشة ينضم إلي في الاستوديو الدكتور وائل كريم، الخبير في الشؤون الدولية، أهلا بك. وعبر خدمة سكايب ينضم إلينا السيد طارق عواد، صاحب شركة عواد غاز، أهلا بك أستاذ طارق. أبدأ معك أستاذ طارق، أنت الخبير في شؤون الغاز وعملت كثيرا كصاحب شركة ومسؤول عن تطوير الغاز في الأردن وفي السلطة الفلسطينية، حدثنا عن هذا المفهوم من التعاون الإسرائيلي الأردني الفلسطيني في هذا المجال. أستاذ، الموضوع الغاز الطبيعي صار موضوع ناضج جدا بالمؤونة الأخيرة، لأنه الشبكات انمدت بطريقة الحال، والموضوع تحكي مع شركة دلفينوس عمليا هو أول موضوع اللي بيمشي فيه الأنابيب الموجودة حاليا. يعني شركة ديليك ونوبل إنرجي اشتروا خط، صاروا شركاء بخط الغاز القديم اللي كان من مصر لإسرائيل. اليوم الاتجاه الغاز راح يكون عكسي، من إسرائيل باتجاه الشواطئ المصرية على أساس يسيلوا للغاز أو يوضخوا بالشبكات المصرية الداخلية. طبيعة الحال إحنا بنشوف اليوم الشبكات عم توصل، شركات إقليمية دولية عم بتفوت بهذا المجال، وإحنا بنشوف إنه العالم عم بتغير باتجاه الغاز الطبيعي بالمنطقة. أستاذ وائل، دكتور وائل، يعني حتى العام 2012 إسرائيل تعتبر مستوردة للغاز من مصر، وعرفنا في الفترة دي كان في كمان مشاكل مع خط الغاز ومشاكل أمنية،
واليوم في العام 2018 إسرائيل مصدرة للغاز ليس فقط لمصر والأردن والسلطة الفلسطينية بل إلى أوروبا أيضا إلى العالم بأسره. نعم يعني طبعا لا يخفى على أحد موضوع اكتشاف الغاز في الشواطئ الإسرائيلية، هذا موضوع يعني هو ليس بجديد، والكميات التي اكتشفت في إسرائيل تستطيع أن تحول إسرائيل إلى دولة مصدرة للغاز، وهذا يعني موضوع معروف. ولكن المستهجن في الموضوع هو تصدير الغاز من دولة إسرائيل إلى دولة لديها كميات غاز أكبر بكثير من إسرائيل، وهناك الكثير من التفسيرات لهذا الموضوع. بعض التفسيرات تقول بأن بعد المشكلة التي كانت في موضوع يعني توقف مصر عن تصدير الغاز لإسرائيل، إسرائيل اشتكت للمحكمة الدولية ضد مصر، وكان هناك حكم ضد إسرائيل ضد مصر أن تدفع 1.7 مليار دولار، وبالتالي إسرائيل قالت بأنها مستعدة للتنازل عن هذا الدفع وهذا المبلغ مقابل أن تقوم مصر باستيراد الغاز الإسرائيلي وتسهيله وتحويله إلى العالم. وهذه صفقة يعني هي بالدرجة الأولى هي صفقة تجارية من الدرجة الأولى. الكثير من يؤول هذا الموضوع لتأويلات مختلفة أخرى، منها سياسية ومنها أكثر من ذلك، ولكن على مستوى التعامل بين الدولتين هناك إشكالية بأن إسرائيل في العهد السابق استطاعت أن تحصل على الغاز بأسعار زهيدة جدا، أقل من النصف مما هو الحال في هذه الاتفاقية، وهذا هو المستهجن. وكان في تشكيك في هذا الأمر، يعني كيف تمت هذه الاتفاقيات عمليا؟ نعم هناك مشكلة، يعني هناك الكثير من الغموض يعني يحيط هذه الصفقة، وحتى الآن لا أحد يعرف ما هي تفاصيلها وما هو الدافع الأساسي لمصر للتلقي أو للقبول بهذه الصفقة وتحويلها أيضا للقطاع الخاص. يعني مصر تقول بأن هذا موضوع القطاع الخاص، وأن شركة دلفينوس هي شركة خاصة وبالتالي هي لها الحرية أن تقوم بما تقوم به، ولكن يعني لا أحد يخفي بأن البرلمان المصري قام بسن قانون يسمح لشركة مصرية أن تستورد الغاز من إسرائيل، وهذا الموضوع كان امتصاص الغضب من الشارع المصري. يعني هذا بالأساس المشكلة الأساسية الموجودة بهذا الموضوع، ولكن على المستوى العام يمكن القول بأنها صفقة اقتصادية بالدرجة الأولى. أستاذ طارق نعود إليك، هل موضوع الغاز يمكن أن يكون الرافعة أو المحرك للسلام الاقتصادي بين الدول في المنطقة وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي؟ قبل الأستاذ وائل كريم صديقي، لعبة الغاز الطبيعي لعبة أولاد إخبار، وطبيعة الحال بتكون في صفقات وطبيعة الحال بتكون في شغلات وراء الكواليس، حصلنا بمنطقة شائكة سياسيا كيف إحنا موجودين بالشرق الأوسط، إحنا موجودين مش لازم ننسى أنه خط الغاز كمان اليوم بيعطي للأردن، كمان في خط إربد، كمان الخط لإربد باتجاه من بيسان لإربد عم بنبنى هالأيامات، هاي أكيد رح يكون في رافع اقتصادي، وكأكيد الكلف التشغيلية للمصانع بالشرق الأوسط المفروض يحفز لما الكلفة التشغيلية تنزل من ناحية الغاز الطبيعي، يحفز الاقتصاد المنطقة اللي عندنا بالمنطقة اللي عندنا هي موجودين. بالآخر الموضوع كلياته هو موضوع مصالح بين دول مش سياسات، وبالآخر كمان بالموضوع الكلي الملف في الغاز بالمنطقة هو ملف أمريكي، يعني اللي عم بيدير الموضوع هذا هن الأمريكان عن طريق نوبل إنرجي، وفي شغلات إقليمية أكبر معنا من العقود اللي هي موجودة اليوم بالنسبة للغاز الطبيعي. بالزمانات كان الغاز أرخص مزبوط، ولكن اليوم في سوق دولي تنسوش أنه في الـLNG اللي عم بوصل من ناحية تسييل سائل لشواطئ العقبة عم بوصل الغاز كمان بأسعار مش بطالة آخر مدة، ومن قبل بسنة بديت التصدير من أمريكا عن طريق السفن لأوروبا، هذا تغيير جذري بخريطة الغاز كمان بالشرق الأوسط. نعم أوكي، نعود إليك دكتور وائل، يعني 10 مليار دولار الاتفاقية مع الأردن 1:2 لشركة PPGC الفلسطينية، 1:2 مليار مع مصر 15 مليار، هذه أرقام يعني مذهلة، كيف سينعكس ذلك على الاقتصاد الإسرائيلي، على الانتعاش، على التطور الاقتصادي الإسرائيلي، على النمو الاقتصادي؟ أنا هذا مورد طبيعي لم يكن في السابق، يعني شيء طبيعي أن الاقتصاد سوف ينتعش، ولكن كيف يمكن أن نستغل هذا الموضوع؟ هل إسرائيل تستغل هذا الموضوع
للمنافذ التي هي بحاجة لاستغلاله فيها، يعني أكثر من منفذ. المنفذ الأول، يعني أنت تعلم بأن هناك مشكلة بأن يدخل كمية كبيرة من الدولارات إلى الاقتصاد الإسرائيلي، وهذا الموضوع يمكن أن يصل إلى ضرب الدولار وبالتالي رفع الشيكل، وهذا الموضوع يمكن أن يأثر على القضية في هولندا. نعم، ولذلك يعني هناك حاجة أن يتم التفكير في إيداع هذه المبالغ في صناديق دولية تستطيع الدولة أن تستغلها في المستقبل، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هناك مرافق اقتصادية كثيرة في إسرائيل بحاجة إلى استثمار مختلف. تستطيع في إسرائيل أن تستغل الطاقة الإنتاجية الموجودة في قطاعات مختلفة من الدولة، وهذا الموضوع غير قائم حتى الآن. لا يوجد هناك تفكير استراتيجي بعيد المدى لاستغلال كل هذه الجيوب الاقتصادية الموجودة في الاقتصاد الإسرائيلي التي يمكن من خلالها رفع مستوى الدخل القومي، وهذا موضوع حتى الآن يجب أن بحذر، يعني لازم نتعامل معه بحذر. سيد طارق عواد، يعني أنت خبير في شؤون الغاز على المستوى المحلي أيضا، حدثنا عن يعني استهلاك الغاز في المجتمع العربي في داخل إسرائيل. والله يا سيدي، يعني المفروض إحنا مثل الأيتام على مأدبة اللئام اللي صار فينا موضوع الغاز الطبيعي بين الوسط العربي وإسرائيل. خريطة الغاز اللي مدت اليوم عن طريق 6 شركات مدوا الخطوط بين المناطق الصناعية اليهودية، وطلعنا إحنا برية الموضوع. من ناحية تانية، لحد اليوم بس موصول بالبلاد بس قبل أسبوع نوصل المصنع 54 اللي ولا مصنع عربي حاليا فيهن موجودين. اللي كان في خطأ من السياسيين العربي اللي عندنا ما كانوش يفهموا انه هذا موضوع استراتيجي لازم ينحكى فيه وكيف يوصلوا البلدات العربية. قبل اسبوع طلع مناقصة لوصل الصانع البعيد عن الخط الرئيسي، وشركات اليوم بدها تقدم العروض هاي، يعني مصنع النخل الأحمر من شفعمر لازم يقدم طلب إنه يوصلوا 9 كيلومتر. نعم. ومصنع الهلال بعلبون. يعني إحنا برية الموضوع على الإطلاق، وبالتالي كلف الإنتاج رح تضل عالي مقابل المنافسات اللي من الموجودين. للأسف إحنا مش عارفين نفهم إنه الموضوع كمان بيشمس موضوع سياسي، اللي مرات في شغلات لازم تنحكى بوقتها زي خريطة القطارات عندنا، ولكن إحنا شايفين الموضوع من ناحية الغاز الطبيعي احنا برية اللعبة عمليا اليوم، وهذا موضوع بده دراي وبده طاقم جدا مرتب. جيد جدا. السيد طارق عواد الخبير في شؤون الغاز وصاحب شركة عواد غاز، شكرا لك على هذه المشاركة، الى اللقاء. اعود اليك دكتور وائل. يعني هو يتحدث سيد وائل عن السيد طارق عن اللعب في الملعب الكبار. إسرائيل دخلت إلى هذا الموضوع من أوسع الأبواب، وعندما نتحدث عن اللعب في هذا الملعب نتحدث عن روسيا، عن ضخ الغاز إلى أوروبا عن طريق اليونان وقبرص ودول أخرى. أين نحن من هذه؟ يعني هذا صحيح، كلام الأخ طارق صحيح، يعني هذا ملعب الكبار فعلا على مستوى طبعا دخول إسرائيل إلى سوق الطاقة من أوسع أبوابه. أنت تعلم بأن الطاقة المستقبلية المتوقعة لتحريك الطاقة العالمية هو موضوع الغاز أكثر من النفط، لأن النفط آخر في التناقص، هو محدود إلى حد معين. الغاز مختلف عن النفط، وكميات الغاز الموجودة في الطبيعة أكبر بكثير من كميات النفط الموجودة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، تأثيرها على البيئة أقل بكثير من النفط، ولذلك هناك توجه من العالم نحو موضوع الغاز، ولذلك الغاز يفضل في هذه المرحلة على النفط. لذلك دخول إسرائيل إلى هذا الباب، هذا موضوع يعطيها أهمية استراتيجية رافعة، استراتيجية كبيرة جدا، رافعة اقتصادية طبعا بطبيعة الحال، وبالتالي تحتاج إلى الكثير من التفكير المجدد لموضوع التداخل، تداخل إسرائيل مع المنطقة، إبرام اتفاقيات مختلفة، ومحاولة التنازل عن الاعتبارات السياسية أمام الاعتبارات الاقتصادية، لأنك الآن مع الكبار لا تستطيع أن تدخل نفس أساليب اللعبة التي كانت في السابق باعتبارات سياسية صغيرة متواضعة لا تفي بالغرض. أنت الآن من الدول المتقدمة على مستوى الطاقة. جيد جدا. دعنا نتحدث عن المستهلك البسيط، عن المواطن في إسرائيل. هل سيشعر بانتعاش اقتصادي، بارتفاع مستوى المعيشة بعد هذه التطورات التي نتحدث عنها دوليا وعلى مستوى الشرق الأوسط؟ طبعا المفروض، يعني إذا ما كان هناك انخفاض في سعر يعني توليد الطاقة، هذا بالتالي يقلل من مصاريف
مصاريف المعيشة، إن كان على المستوى الشخصي مصاريف الكهرباء وما إلى ذلك، وإن كان على مستوى الصناعات التي تصنع محليا التي هي تحتاج كطريقة إنتاج للطاقة، وبالتالي طبعا إذا ما انخفض سعر الطاقة بالتالي هذا الموضوع يجب أن يؤثر على سعر السلع التي تنتج من خلال هذه الطاقة، وبالتالي هذا الموضوع يعم على الكثير. هذا من ناحية. من ناحية أخرى حاجة إسرائيل لفرض ضرائب تقل، لأن لديها موارد أخرى، وبالتالي هي تستطيع أن تخفض الضرائب، وتخفيض الضرائب طبعا يساعد ويزيد من إمكانيات النمو الاقتصادي. الإمكانيات الحكومية إن كانت على مستوى المدخول تساعد الحكومة أن تستثمر أيضا في القطاع العام، وهذا أيضا يؤثر على المجتمع ككل. بالتالي هذا الموضوع يجب أن يصل إلى المواطن، ولكن نحن ننتظر إن كان فعلا سيصل إلى المواطن أو هناك اعتبارات أخرى. موضوع الغاز هو موضوع مهم جدا سيؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي في السنوات القادمة. شكرا لك في هذه المرحلة، ابقى معي للموضوع الثاني. أهلا بك. التصنيف الائتماني لإسرائيل يرتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، تصنيف جديد على لإسرائيل منحته إياه شركة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد أند بورز، بعكس يعكس ثقتها بقوة الاقتصاد الإسرائيلي وبالسياسة النقدية التي يتبعها البنك الإسرائيلي وقدرته على خفض الدين العام. في إنجاز وصف بالتاريخي، قررت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد أند بورز رفع التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، بحيث ارتفع تصنيف الحكومة الائتماني درجة واحدة، والذي يعتبر أعلى مستوى حققته إسرائيل في إحدى وكالات التصنيف الدولية منذ أن بدأت الشركات في تغطية قضايا السندات الحكومية. وبحسب الوكالة، فإن إنجازات إسرائيل الاقتصادية والنمو المتزايد في الناتج المحلي الإجمالي وقدرة الحكومة على الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق أهدافها الاقتصادية وخفض ديونها العامة مكنتها من إحراز هذا التقدم الذي وصف بالنوعي. ويذكر مختصون اقتصاديون أن الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي مستمر بالارتفاع، بحيث يقدر بنحو 140 مليار دولار، إضافة إلى تمتع إسرائيل بفائض مستدام وانخفاض لنسبة البطالة، ما يعكس الأداء الاقتصادي القوي للحكومة الإسرائيلية، وما يقلل من احتمالية حدوث اضطرابات مالية تؤثر على مستوى الدين العام لإسرائيل، بالرغم من أنه لا يزال مرتفعا نسبيا. ويشار إلى أن تصنيف إسرائيل الجديد هو المستوى الثالث تحت التصنيف الأعلى، ما يعبر بحسب محللين عن ثقة أقوى الهيئات الاقتصادية في العالم بقوة الاقتصاد الإسرائيلي والسياسة النقدية التي ينفذها بنك إسرائيل وقدرته على التفاوض مع المقرضين في أسواق المال الدولية، ما يعطي الحكومة فرصة كبيرة في الاستمرار في تنمية الاقتصاد والحفاظ على الانضباط المالي. وللشرح وتحليل هذا الموضوع أعود إلى ضيفي في الاستوديو الدكتور وائل كريم، الخبير في الشؤون الدولية. أخبار جيدة. نعم، يعني سياسة الحكومة إلى حد معين تصب في نفس الخانة التي يعني من خلالها ينظر العالم الاقتصادي إلى إسرائيل. طبعا خفض الدين العام هذا موضوع أساسي أول، وبالتالي طبعا إدارة الأمور المالية بحزم إلى حد معين، رفع مستوى مدخول الضريبة، بعض من يعني قوانين الانفتاح التي كانت، ولكن حتى الآن هي قليلة إلى حد كبير. هناك انتقاد كبير جدا للاقتصاد الإسرائيلي بكل ما يتعلق بالفجوات الاجتماعية الاقتصادية الموجودة، ولذلك يعني نعم هناك إمكانية الآن لإسرائيل أن توظف أموال بسعر أقل. يعني هي الآن إذا كان هناك تصنيف ائتماني مرتفع، أرباح تقدر بحوالي 5 مليار دولار. نعم، لذلك إسرائيل تستطيع الآن أن توظف أموال في الأسواق العالمية بنسبة فائدة منخفضة جدا. لذلك هي تستطيع الآن أن تستغل هذه الرافعة، من خلالها تستطيع أن توظف هذه الأموال لمشاريع تقوم من خلالها بتقليل الفجوات الاقتصادية. إذا ما كانت توظف هذه الأموال لإقامة مناطق صناعية وأماكن عمل في المناطق النائية، في المجتمعات المنكوبة بين قوسين، في المجتمعات التي هي لا تستغل الطاقة الإنتاجية الكبيرة التي فيها، هي لا تستغل هذا الموضوع. هذا الموضوع يجب أن يستغل في هذه المرحلة بقوة كبيرة جدا، ومن خلال ذلك تستطيع إسرائيل أن تصل إلى النتيجتين الأساسيتين في الاقتصاد. الاقتصاد يجب أن يتحلى بصفتين. الصفة الأولى هي
نسب نمو مرتفعة، تصنيف ائتماني مرتفع، ومن ناحية أخرى أن يكون هناك التكاتف الاجتماعي، أن يكون هناك زيادة أو تفعيل ومحاولة ضخ قوة كبيرة لما يسمى بالطبقة الوسطى وتوسيعها بحيث لا يكون هناك فارق كبير جدا بين الطبقة الضعيفة والطبقة الغنية. وهذا هو عماد الاقتصاد. إذا ما كان الاقتصاد يفتقر لطبقة وسطى قوية، هو ليس بعيد المدى بكل ما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي الاقتصادي المستقبلي. لذلك يجب أن يكون هناك محاولة تقوية كبيرة جدا للقطاع المتوسط أو الطبقة المتوسطة، وهذا يتم من خلال استثمار هذه الإمكانيات الاقتصادية في الطبقات الضعيفة باتجاه صحيح عمليا. نعم صحيح. طبعا يعني على أي حال ستاندرد أند بورز تعتبر شركة رائدة في العالم في مجال التصنيف، وهذا إعلان ثقة لسياسة وزير المالية رئيس الحكومة بنك إسرائيل. لكن نرى أن الاقتصاد الإسرائيلي فيه كثير من التناقض، 320 مليار دولار إنتاج، أقل من 4% منشوف نسبة البطالة، نسبة الدين مقابل الإنتاج في حالة جيدة وحتى في تحسن مستمر، ولكن تبقى توزيع الكعكة وقضية الفجوات الاجتماعية التي تحدثت عنها. يعني هل هذه فرصة لكي نغطي هذه الفجوات؟ يعني إسرائيل يعني كمثل من يسكن في قصر وهناك في هذا القصر هناك جائعون. يعني هذا هو التوصيف الأساسي لإسرائيل. هذا دولة قارة قوية اقتصاديا، غنية، قوية جدا اقتصاديا، لديها إمكانيات اقتصادية، ولكن توزيع الإمكانات الاقتصادية غير عادل من ناحية، وهناك فجوات اجتماعية تأتي بالتالي بظواهر اجتماعية تضطر الدولة في المستقبل أن تدفع أموال طائلة لمحاربة هذه المشاكل الاجتماعية التي تنمو من عدم الاستثمار في هذه القطاعات. أنت تعلم بأن في القطاع مثلا في المجتمع العربي هناك مشكلة العنف، هناك مشكلة المشاكل الاجتماعية، المافيا وما إلى ذلك. نسبة الفقر العربية حوالي 48%. هذه المشاكل سوف تضطر الدولة في القريب العاجل أن تستثمر أموال طائلة لمحاولة محاربة هذه الظواهر الاجتماعية التي نجمت عن الإجحاف سنين طوال ضد هذا المجتمع. لذلك يجب الآن أن تلتفت الدولة إلى هذا القطاع الاستثمار فيه، لأن هذا الاستثمار هو الاستثمار المجدي اقتصاديا، حتى يعني بمعزل عن يعني الاعتبارات الاجتماعية لهذا الموضوع. هذا الموضوع مجدي اقتصاديا، لأن الدولة إذا استثمرت في هذه المواضيع في هذه المرحلة هي تدرأ المشكلة التي يمكن أن تكون في المستقبل. من ناحية موضوع الصحة في إسرائيل، موضوع الصحة في إسرائيل هو من المواضيع التي بحاجة إسرائيل أن تلتفت إليها بشكل أكبر وكثير. كم مستشفى أقيم في إسرائيل في غضون 20 أو 30 سنة الأخيرة؟ لم يقم مستشفى واحد في مناطق كبيرة. هناك ضغط كبير جدا. هذه الأموال يجب أن تستثمر. الاستثمار في الصحة مثلا دكتور رمزي، أنت تعلم بأن الاستثمار في الصحة هو من أكثر الاستثمارات إجداء اقتصاديا على مستوى الدولة. لذلك إذا لم تلتفت إسرائيل إلى هذه المواضيع في هذه المرحلة، واستغلال الروافع الاقتصادية الموجودة إن كان على مستوى الغاز، إن كان على مستوى الارتفاع في التصنيف الائتماني، سوف يكون متأخر في المستقبل، وتحتاج في المراحل المستقبلية لدفع أموال أكبر بكثير لدرء المشاكل التي يمكن أن تكون. نعم، يعني مع الأخذ بالاعتبار أن هذا التصنيف العالي هو لمصلحة إسرائيل، هناك أيضا تقارير من دول OECD، من منظمة OECD تقول بأن إسرائيل عند يعني معطياتها جيدة اقتصاديا، ولكن في نظرة إلى المستقبل يجب دمج أكثر المجتمع العربي والمجتمع المتدين الأصولي اليهودي، لأنه سيصبح يعني مستقبلا بنسبة عالية جدا تقترب من 40% من المجتمع الإسرائيلي، فلا يمكن أن تبقى هذه الشريحة خارج اللعبة الاقتصادية، ولا يمكن أن نعتمد فقط على الهايتك. صحيح. أولا هي يعني بهذا الباب إسرائيل مثلا كمثل مصنع، في أقسام بهذا المصنع لا تعمل بشكل جيد. يعني من يدير المصنع، إذا كنت أنت مدير مصنع وفي بعض الأقسام في هذا المصنع لا تعمل بشكل جيد، هناك بطالة داخلية في داخل هذا القسم، هذا المصنع، أنت يعني يستهجن أن لا تستثمر كل إمكانياتك الإدارية لاستغلال الطاقة الإنتاجية الموجودة في هذه الأقسام. يعني لا يمكن لعقل إنسان مدير في مراحله الأولى من الإدارة أن لا يلتفت إلى هذا القسم ويقوم بالاستثمار بهذا القسم لاستغلال الطاقة الإنتاجية الكبيرة الموجودة فيه. هناك يعني فوارق كبيرة جدا من ناحية الناتج القومي بين هذه المجتمعات المختلفة في إسرائيل.
أنت تعلم بأن المعدل لدينا هو حوالي 38 أو 39 ألف دولار. وصلنا حتى ل 40 ألف دولار. نعم. وفي الوسط العربي نحن نتحدث بين 9000 إلى 10000 دولار. نعم. وبالتالي أنت تتكلم عن فارق أكثر من 20 ألف دولار بين الطرفين. يعني 20 أو 30 ألف دولار بين الطرفين للفرد. نعم. يعني أنت تتحدث عن أكثر من 27 مليار دولار خسارة سنوية بالناتج القومي نتيجة عدم الاستثمار في هذه. أنت تقول بأنه يعني لا يوجد هناك جدوى اقتصادية للاستثمار في هذه المجتمعات، يعني هذا موضوع مستهجن جدا. ولكن الاعتبارات السياسية للأسف الشديد هي التي تطغى على الموضوع. نعم. لكن لو كنت مستشارا لوزير المالية، كيف تقترح عليه أن ينتهز هذه الفرصة لرفع التصنيف لإسرائيل لحل هذه القضايا؟ أولا، رفع التصنيف يعطي مجال للحكومة لتوظيف أموال في الأسواق الأجنبية بأسعار زهيدة جدا، بنسب فائدة منخفضة جدا، وبالتالي يستطيع أن يوظف 500 مليار أو 200 مليار. نعم. هذه الأموال تستثمر في القطاعات الضعيفة من خلال إيجاد أماكن عمل، شق طرق، مشاريع في البنية التحتية، سكة حديد في البنية التحتية التي تصل الشمال مع الجنوب. نعم. مع المركز. وهذا الإيصال هذا هو بالدرجة الأولى. الموضوع الآخر، استثمار بالمرأة. أوكي. الاستثمار بالمرأة لإدخال أكبر عدد من النساء إلى سوق العمل، إدخال العرب إلى سوق العمل، المتدينين وما إلى ذلك. هذه المواضيع الأساسية. أوكي، يعني جدا تحليل مهم جدا. شكرا لك دكتور وائل كريم الخبير في شؤون الدولية، أهلا بك. بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من الملفات الاقتصادية. ألقاكم في حلقة جديدة مع ملفات جديدة. إلى اللقاء.